بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديوهات الأربعة السابقين واللي هسيب اللينك بتاعهم تحت في صندوق الوصف، اتكلمنا مع بعض عن البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة، وشفنا فوائدها لكل الجسم، للجهاز الهضمي والقولون العصبي والتهابات الأمعاء، وشفنا فوائدها للمناعة والقلب والدماغ والتخسيس، وبرضو بعض السلالات المفيدة لعلاج النحافة، وبرضه شفنا فوائدها لالتهابات المجرى البولي والتهابات المهبل عند السيدات، بل ان احنا شفنا فوائدها للحالة النفسية وعلاج الاكتئاب والزهايمر. وبعد كده شفنا المصادر الطبيعية للبروبيوتيك وانواع الاطعمة الغنية بالبكتيريا المفيدة واسماء السلالات للبروبيوتيك الشهيرة اللي ممكن تفيدنا في الصحة العامة. لو حابب تعرف كل ده شوف الفيديوهات واللينك بتاعهم تحت في صندوق الوصف. النهاردة في الفيديو ده هنشوف مع بعض اسماء الادوية اللي موجودة في الصيدليات واللي بتعتبر المصدر المهم للبروبيوتيك وكيفية استخدام الادوية دي. قبل كل حاجة لازم نعرف ان جرعة البروبيوتيك اليومية تتراوح من 1 مليار الى 10 مليار وحدة بكتيريا مفيدة، ودي بتبقى موجودة على هيئة كبسولة او كيس او امبولة للشرب، يعني من 1 مليار لعشرة مليار وحدة بكتيريا مفيدة بناخدها يوميا علشان نغطي الاحتياج اليومي من البروبيوتيك. وكمان لازم نعرف ان مفعول ادوية البروبيوتيك مش بتظهر فورا، ولكن بتظهر بعد فترة تتراوح بين اسبوع الى اسبوعين من بداية تناولها. احنا بنستخدم المكملات الغذائية او الادوية المحتوية على البروبيوتيك او البكتيريا المفيدة علشان نقوي المناعة، وخصوصا مناعة الجهاز الهضمي، وعلشان نقوي جدران المعدة والامعاء، وكمان نحارب البكتيريا الضارة المتوطنة في الجهاز الهضمي او المجرى البولي والتناسلي. وايضا بنستخدم البروبيوتيك لتنظيم هرمونات الجسم، وبنستخدمها بعد كورس المضادات الحيوية، لان المضادات الحيوية زي ما قلنا بتعمل خلل في الفلورة المعوية لانها بتقتل البكتيريا المفيدة فيها. ويتاخد برضو البروبيوتيك اثناء وبعد كورس علاج جرثومة المعدة علشان نرفع المناعة ونقاوم الميكروب الحلزوني ونضعف مقاومته. طيب ايه اشهر اسماء ادوية البروبيوتيك في الصيدليات المصرية؟ وطبعا اخواننا في الوطن العربي هيلاقوا بدايل زيها بالظبط. الادوية دي زي اربع انواع مهمين جدا موجودين في السوق المصري وفي الصيدليات المصرية. اول حاجة انتيرو جيرمينا امبولات للشرب، لاكتيول فورت اكياس وكبسولات، توبرو اكياس، لاكتوفيرونال اكياس. دول اربع مستحضرات للبروبيوتيك موجودين ومتوفرين في الصيدلية. اول مستحضر هنتكلم عنه هو انتيرو جيرمينا امبولات للشرب، وده علبة فيها 10 ازايز صغيرين، الازازة فيها حوالي 5 ملي. ال5 ملي دول بيحتوى على 2 مليار بكتيريا نافعة اسمها باسيلس كلوزياي سبورس. إذن الإزازة الواحدة الصغيرة فيها 2 مليار بكتيريا نافعة. بناخد كورس انتيرو جيرمينا علشان نعيد التوازن للفلورا المعوية اللي اتغير بسبب الإسهال أو التهاب الأمعاء، أو بعد تناول المضاد الحيوي، أو حتى بعد أخذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان. كل ده بيغير التوازن في الفلورا المعوية. فبناخد انتيرو جيرمينا كمصدر للبروبيوتيك اللي بيرجع هذا التوازن مرة تانية، وبيخلي البكتيريا المفيدة اكتر واكتر فاعلية في الامعاء. ايه الجرعة بتاعت انتيرو جيرمينا؟ للاطفال الرضع اقل من سنة بيتشرب ازازة كل يوم، وممكن في الحالات الشديدة نشرب ازازة كل 12 ساعة، ازازة صغيرة كده بنشربها كل 12 ساعة. ممكن الازازة تتشرب مباشرة للطفل بالمعلقة، او ممكن نفرغها على عصير او في نص كوباية لبن، او ممكن نحطها للرضعة في الببرونة. وبيلاحظ ان احنا لازم نرج الازازة كويس قبل ما نشربها.
ده الجرعة للأطفال الرضع. الجرعة للأطفال أكبر من سنتين وحتى 12 سنة إزازة بتتشرب كل 12 ساعة. بالنسبة للناس البالغين والكبار الجرعة بتكون إزازة بتتشرب كل 8 ساعات يعني 3 مرات يوميا. وإنتروجيرمينا بناخدها لمقاومة البكتيريا الخبيثة زي عدوى الكلوستريديم ديفيسيل وبكتيريا الاستافيلوكوكس أوريوس والبكتيريا المعوية البرازية والروتا فيروس والأدينو فيروس. وآخر نوعين دول الروتا فيروس والأدينو فيروس دول عبارة عن فيروسات بتعمل إسهال. ده أول نوع فعال ومستورد من البروبيوتيك وده موجود في أغلب دول الوطن العربي. تاني نوع من أدوية البروبيوتيك في الصيدليات المصرية هو لاكتيول فورت وده في منه فورمتين، فورمة الكبسولات والأكياس. والأكياس يعني بندوبها في مية ونشربها. الكبسولة الواحدة من لاكتيول فورت بتحتوي على 5 مليار من البكتيريا المفيدة، لكن الكيس بيحتوي على 10 مليار بكتيريا. الدواء ده لاكتيول فورت بيحتوي على بكتيريا مفيدة بروبيوتيك من النوع لاكتوباسيلس اسيدوفيلس اللي بي 10. واحنا في الفيديوهات السابقة اتكلمنا عن فوائد النوع ده المفيد من البكتيريا، وخصوصا انه بيقاوم البكتيريا الخبيثة ايكولاي او شرشة كولاي. وعرفنا ان برضو البكتيريا ديت والنوع ده من البروبيوتيك بيعزز الفلورا المعوية وبيقوي مناعة الجهاز الهضمي وبيقاوم جرثومة المعدة، وبيتاخد بعد كورس المضاد الحيوي علشان يدعم البكتيريا المفيدة في الجسم. واكياس لاكتيول فورت وكبسولات لاكتيول فورت بيعمل راحة وتخفيف فوري من الاسهال الحاد والمزمن، وبيعالج مشاكل القولون العصبي وعسر الهضم ويعالج اغلب مشاكل الجهاز الهضمي. جرعة لاكتيول فورت اكياس الرضع كيس واحد مرتين يوميا للأطفال أكبر من سنتين. بناخد 2 كيس مبدئيا، يعني أول مرة بناخد كيسين بعد كده ناخد كيس مرتين يوميا. أما الجرعة بالنسبة للبالغين برضو نفس الموضوع، بناخد 2 كيس مبدئيا بعد كده ناخد كيس كل 12 ساعة. البديل الثالث للبروبيوتيك هو التوبرو أكياس، وبرضو ده بيحتوي على بكتيريا اللاكتوباسيلس وبيتاخد للكبار والصغار، بيتاخد كيس مرتين يوميا. النوع الأخير من الأدوية المحتوية على بكتيريا بروبيوتيك مفيدة هو لاكتوفيرونال أكياس. لاكتوفيرونال أكياس وده ممتاز لأنه بيحتوي على مجموعة من المكونات الرائعة. أولا بيحتوي على بروبيوتيك علشان تعزيز المناعة والهضم والامتصاص، وبرضه بيحتوي على اللاكتوفيرين وده بيستخدم لعلاج الأنيميا، وبيمتاز بأنه مش بيسبب إمساك زي مركبات الحديد التانية. وبرضه اللاكتوفيرينال وبرضه بيحتوي على البوفايين كوليستيرام او لبن السرسوب، وده بيكون مليان بالاجسام المضاده المعززه للمناعه. علشان كده بنعتبر ان اكياس لاكتوفيرونال عباره عن منتج بديل للبن السرسوب اللي بيتم افرازه من ثدي الام بعد الولاده مباشره. وبكده بسبب الأجسام المضادة الكتير اللي فيه بيقاوم معظم الأمراض المعدية زي النزلات المعوية والنزلات الشعبية. والكوليستيرام ده أو لبن السرسوب بيكون من النوع البقري مستخلص من ألبان الأبقار، بالإضافة إن الدواء ده لاكتوفيرونال بيحتوي على مجموعة أخرى من المكملات الغذائية زي الأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين A وفيتامين E وفيتامينات B مركب وكتير من العناصر زي الكالسيوم والفوسفور والزنك. لاكتوفيرينال الجرعة للأطفال تحت سن 12 سنة بندي نص كيس يوميا، لكن الكبار فوق 12 سنة والبالغين بندي كيس كل يوم. وأكياس لاكتوفيرينال فعالة في علاج وتعزيز مناعة الأطفال ومقاومة الأمراض المعدية والعلاج فقر الدم والأنيميا وسوء التغذية وفقدان الشهية والضعف وعلاج النحافة، وأيضا لعلاج مشاكل الهضم والانتفاخ. دي كل الأدوية المصرية المحتوية على بكتيريا البروبيوتيك المفيدة، وبكده أنت تقدر تاخد حاجتك من البكتيريا النافعة دي سواء من المصادر الطبيعية من الأكلات الكتير اللي احنا اتكلمنا عنها، أو ممكن تاخد كفايتك من البروبيوتيك من الأدوية اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو ده.
ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.